هذا كله حكي بس ثاني هو منو الحكاه حكاه حسين العنكوشي نعم بس هو هي عام بس حلو البس بس قال احنا وصلنا لعدد وجاي نجتمع ونلتقي قالب الدنيا قلاب سيد حسين العنكوشي ما يخالف علي من يعتمد الاحنا منو هي عام استاذ علي دائما الانسان من يربط مواقفه مع المواقف الاخرين في اغلب الاحيان الاخرين يخذلوه صارت وياك صارت وياه وصارت ويا ملايين الناس وصارت ويا اكثر الناس طبيعيه هاي طبيعه بشر يعني فهو من يقول احنا يعني لا يبني كلش لا يبني هاي من وحي التجربه يعني. وجه له رساله ما يدري رجل ما عنده تجارب ما يدري هي العامه شنو وضعها استاذ حسين يتكلم بحرقه يتكلم باندفاع ولكن لا هو يعرف لا هو ذكي لا هو ذكي ويعرف البشر ويعرف كل زين هو مو ده يحكي بثقه كاتب مو سهل ده يقول بمجرد خروج درجال من الوزاره نطلع من الاتحاد حكي مال واحد بثقه وعنده عدد من الهيئه العامه انا اقول ما تصير وجاوبهم عدنان درجال جاوبهم لولا قال لهم نقعوا وشربوا ميه